أهلا بكم. انعقدت أمس جلسة البرلمان الأوروبي المنتظرة، وجرى فيها إقرار اتفاق تعديل سياسة اللجوء الأوروبية. يعني الاتحاد الأوروبي وافق على إجراءات إصلاح شاملة لسياسة اللجوء والهجرة. كنا حكينا عنها بالتفصيل، يعني كنا حكينا عن تفاصيل الاتفاق من قبل، لكن باجتماع الأمس تم إقرار هالاتفاق وتحول لقانون. صحيح لسه بحاجة للإقرار من قبل الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، لكن هي الخطوة عادة شكلية بتكون، يعني بأول اجتماع رح يتم المصادقة عليه، بالتالي القرار رح يتنفذ بالفعل بالعام 2024 وتحديدا قبل الانتخابات الأوروبية بيونيو 2024. فقبل ما يجي المهولين والمطبلين والمخوفين وأرباب السخافات والبدع ومروضي القروض وضاربي الودع ويقولوا لكم تشديد إجراءات اللجوء وأحزموا حقائبكم من أوروبا ولن يعد أحد قادر على دخولها، حبيت أشرح القرار بموضوعية وحيادية، وأيضا رح لكم بالنهاية كلمة سحرية ربما تساعد على عدم التأثر بمفاعيل هالقرار بالنسبة للقادمين الجدد، فخليكم معنا. الاتفاق اللي تم إقراره أمس الأربعاء بيتضمن تشديد الإجراءات بالفعل، لكن مو إجراءات اللجوء وإنما إجراءات البت بعدم وجود لجوء، والأمر بيختلف كتير. يعني يلي لديه أسباب لجوء رح يلاقي إنه إجراءاته صارت أسهل وأسرع، بينما يلي ما عنده أسباب هو فقط يلي رح يشعر بهالتشديد. الاتفاق بيتضمن إقامة مراكز استقبال على حدود الاتحاد الأوروبي، تم الشروع بتأمينها بالفعل ويتوقع جهوزيتها بالنصف الأول من العام 2024. حتكون هالمراكز جاهزة لاستقبال مو اللاجئين وإنما طالبي اللجوء، رغم الانتقادات الحادة من اليسار الأوروبي ومن المنظمات الإنسانية. لكن مع ذلك اتفقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على الشروع بالإجراءات الجديدة في إطار إصلاح لنظام اللجوء الأوروبي، وتم التوصل لهالاتفاق النهائي يلي ربما يعتبر حل وسط بيتضمن العديد من الإضافات والتعديلات بالقواعد الحالية بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي. أهم فقرة بالإصلاح المذكور هو القيام بإجراءات اللجوء مباشرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا سبب بعرقلة وإطالة مدة صدور هالقرار بسبب إصرارها على إعفاء الأسر التي لديها أطفال، يعني لأسباب إنسانية، من شرط الاحتجاز على الحدود، لكنها فشلت بتغيير القرار بسبب المعارضة الأوروبية، ولم يتم استثناء الأسر باعتبار، حسب ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه من الآن فصاعدا فالأوروبيين هم الذين يقررون من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي ومن يمكنه البقاء، وليس مهربي البشر. وبهالطريقة بنحمي على القول إلها، بهالطريقة بنحمي المحتاجين، يعني المحتاجين فعلا للجوء. مشان هيك قلت إنه بالظاهر القرار ضد اللاجئين، لكنه بالواقع يؤثر على من ليس لديه أسباب لجوء. الإصلاح الجديد ما رح يغير بالقاعدة المعمول بها حاليا أنه أول بلد يدخل وطالب اللجوء بالاتحاد الأوروبي هو اللي بيتولى متابعة ملفه، لكن مع بعض التعديلات. يعني بغية مساعدة البلدان المتوسطية اللي بتصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين يعتمد نظام تضامني إلزامي بحال اشتدت الضغوط عليها، وبينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم العون إما من خلال تولي طلبات اللجوء، يعني نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها، أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي. يعني بكلمات أخرى رح يصير من الصعب جدا كسر بصمة اللجوء، بالتالي هالقرار بيأثر على الدول الحدودية أكثر، ومفيد للدول الداخلية مثل ألمانيا اللي نظريا هالقرار بيصعب وصول اللاجئين إليها، لأن أكيد 99% رح يدخلوا لبلد تاني قبل وصولا لألمانيا. يعني بس إذا جيت بفيزا ألمانية أو هبطت عليها بالباراشوت ممكن تصل مباشرة، أما غير هيك أكيد راح تمر ببلاد تاني. بالواقع الحكي صحيح، لكن أتاح الاتفاق السماح بتوزيع أو إعادة توطين اللاجئين ببلدان أخرى أو تقديم الدعم المادي. يعني ممكن تصل على بلغاريا مثلا وتبصم فيها، لكن بسبب الضغط عليها يتم نقلك لهولندا أو ألمانيا. وبنص الإصلاح أيضا على فرز المهاجرين عند وصولهم وعلى مسار معجل لهؤلاء الذين هم من، يعني من حيث المبدأ، أقل أهلية للحصول على حق اللجوء، بغية إعادتهم بأسرع وقت إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد العبور. وسوف تطبق المعادلة على الوافدين من بلدان لا تتخطى نسبة منح حق اللجوء لمواطنيها 20% بالاتحاد الأوروبي. يعني بالأحوال السابقة البلدان يلي كانت تحصل على أقل من 20% مواطنيها، على أقل من 20% من حق اللجوء، هن اللي حيتأثروا بهالقرار بالدرجة الأولى.
غير أنه هذا الفرز بحسب الجنسية هو مخالف لاتفاقية جنيف التي تنص على النظر في كل حالة على حدة، بحسب ما أكد النائب الأوروبي من حزب الخضر داميان كاريمي، اللي توقع أن يفضي الميثاق إلى منازعات بالمئات، منازعات قضائية يعني، بمعنى أنه رغم صدور هالقرار إلا أنه ما يزال خاضع للقضاء الأوروبي يلي لا يقبل معاملة أصحاب جنسيات معينة معاملة مختلفة، وإنما كل ملف لجوء لابد بحثه حسب واقع صاحبه. يعني المصري مثلا من الجنسيات التي ترفض معظم طلبات اللجوء، بينما السوري تقبل معظم الطلبات. طيب ما فيني عامل المصري معاملة مختلفة عن السوري بسبب جنسيته، يعني بسبب جنسيته، فقد يكون عنده أسباب لجوء مثله مثل السوري، وبالتالي رح ينتج عدد كبير من الدعاوى القضائية، والقضاء الأوروبي هو صاحب كلمة الفصل فيها وليس المفوضية الأوروبية أو من أقرها الاتفاق. وعلى الرغم أنه ما رح يتم استثناء العائلات اللي معها أطفال، ما قد يقتضي وضع هؤلاء بمراكز احتجاز بالقرب من الحدود أو المطارات، إلا أنه البرلمان الأوروبي طالب بضمانات متينة جدا لتلك العائلات، مشترطا إقامة مراكز استقبال مناسبة. وهالشيء أيضا يعتبر فقرة غائمة مبهمة قد تؤدي لإرباكات كبيرة وأيضا نزاعات قضائية. وينص الميثاق أيضا أنه بحالة الأزمات والقوة القاهرة، يعني عند حدوث تدفق كثيف للمهاجرين لدولة من دول الاتحاد، على مبدأ التضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء واعتماد نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات الاعتيادية، مع تمديد محتمل لفترة الاستبقاء عند الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي، وحينها سيتم إعادة تنظيم توزيع الأشخاص يلي بيطلبوا الحماية بين الدول الأعضاء بالتكتل بموجب مجموعة جديدة من القواعد أطلقوا عليها اسم آلية التضامن. وإذا كانت دولة ما لا ترغب باستقبال اللاجئين فبطبيعة الحال رح تكون مطالبة بتقديم الدعم بشكل مختلف، على سبيل المثال من خلال التعويضات المالية. إذا ممكن نقل اللاجئين من بلد لأخرى تبعا للظروف، مثل إذا صار تدفق كبير على دولة بعينها. طبعا الاتفاق تعرض لانتقادات كبيرة باعتباره غير إنساني، وخاصة لحزب الخضر أنه وافقوا عليه رغم تأكيدهم على استثناء العائلات، لكنهم بالنتيجة وافقوا بدون ما يتمكنوا من فرض هالاستثناء. لكن أهم انتقاد برأيي قاله وتحدث عنه عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر راسموس أندرسون، أنه من المشكوك فيه ما إذا كان الاتفاق الحالي قادر على خلق الإنسانية والنظام في سياسة الهجرة، بمعنى أنه الاتفاق رغم إقراره خاضع للتجريب والتعديل بأي وقت بسبب صعوبة تنفيذه مع المحافظة على الثوابت الأوروبية، يعني صعب يتنفذ مع المحافظة على الثوابت الأوروبية بموضوع حقوق الإنسان مثلا، لأن منظمات حقوق الإنسان اعتبرت هالاحتجاز نوع من ظروف أشبه بالسجن للمهاجرين بالمخيمات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. أيضا وبعد الاتفاق سيكون من الممكن ترحيل طالبي اللجوء مباشرة من هناك، يعني من مراكز الاحتجاز، يعني قبل دخول الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم أو إلى ما يسمى بالدول الثالثة الآمنة بعد عقد اتفاقيات شملت تونس وألبانيا ورواندا وغيرها لقبول استقبال عدد منهم. إذن الاتفاق بخص بالدرجة الأولى الدول اللي أصلا معدل قبول اللاجئين فيها منها منخفض، وبرأيي هاد بتيح فرصة أكبر للاجئين اللي عندهم أسباب لجوء، كونه راح يتم تسريع فترة البت بالطلبات المبدئية، لكن هالشي ما بيمنع أنه اللي عنده إمكانية الموافقة يتم السماح له بدخول الاتحاد الأوروبي لحين البت بملفه. مشان هيك قلت الكلمة السحرية اللي ممكن تفيد بهالمجال لأي قادم بما فيه من أي جنسية كانت، لو يعني حتى لو جنسية قبولها أقل من غيرها، هو أو هي الكلمة هي سبب اللجوء، يلي معظم الناس ما بتعرف شو هو سبب اللجوء. هو الاضطهاد المبني على العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لفئة معينة أو على التوجه الجنسي أو الرأي السياسي. وطالما أبديت سبب من أسباب من هالأسباب الخمسة، فهن مضطرين يعطوك الفرصة الكاملة لإثبات هذا السبب، وبالتالي دخول الاتحاد الأوروبي ومتابعة إجراءات اللجوء الاعتيادية. أما اللي بيصرح عن أسباب أخرى مثل التهرب من الخدمة العسكرية أو الظروف المعيشية أو المعاناة من أشياء أخرى بيظنها بتأهل لقبول اللجوء، بالحقيقة هذه اللي رح يتم استبعاده بأسرع وقت ممكن، لأن مثل ما قلت فإن أسباب اللجوء هي خمسة حصرية شرحتها وفصلتها بأكثر من فيديو سابق، وأكيد رح أترك لكم واحد بالنهاية. فمن يبدي واحدة من هي الأسباب رح يتعامل ملفه بجدية، وهو لن يكون خاضع لإجراءات الاستبعاد
أما غير ذلك راح يتم احتجازه بالمراكز الحدودية والبت السريع بملفه وإعادته لبلده أو لبلد العبور أو للبلد الثالثة مثل ما قلنا. ولا يزال يتعين إقرار هذا الاتفاق من قبل الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، لكن كما قلت هذا إجراء شكلي لا يقدم لا يؤخر، يعني لا يتوقع فيه أي تغيير. القرار راح يتنفذ تقريبا قبل الانتخابات المفوضية بيونيو 2024. إذا في مستجدات أكيد راح أشرحها، وإذا لكم سؤال أو حالة خاصة بيسعدني رد عليها. دمتم بخير. إينا. 조선민주주의인민공화국 국가우주개발국 포도. إيه نعم.